كوان فين غبرش انا فين غبرش. خليكم معايا في الشو هادي الطاف طاف الناس اللي توحشتنا او هادي الكاميو شفتو تبارك الله ما شاء الله. خليكم معايا تشوفوا الفيديو ان شاء الله كامل ديال الطاف هي هادي اللي عندي دابا حاليا. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى من الله كلشي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. فيديو جديد نهار جديد كما كتشوفوا معنا في كاميو جديد غير من الديزاين الناس اللي كتفرج فينا وكتعرفنا. بالنسبه للكاميو اشناهو نسبقوا لي هو الاول هو الضعف كما كتشوفوا معايا، وكنتمنى من الله كلشي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. المهم الاخوان لهم فيديو جديد نهار جديد، بزاف الاخوان كتسول علينا فين غبرشي واش خدمتي ولا مازال، حيت اخر فيديو لحتو بانني انا جالس وكنقلب على خدمه. المهم الاخوان انا بالنسبه دابا كنشارجي علاش كيدير الكاميو كيلعب هاك الضعف، راكم عارفين فيها السيكوس بزاف. المهم الاخوان الحمد لله خدمت في هذه الخدمه واللي مرضي الوالدين كيبدل ليه ربي خدمه بما حسن وكيجيب لي ربي خدمه زوينه وحسن من الاول وبزاف د الحوايج. واليوم جيت ان شاء الله غنشارك معكم الضاف هذه اللي ان شاء الله سكت دابا حاليا غادي تشوفوها معايا. وكاميو صراحه 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 ديال الله كاميو مليح اللهم بارك، واللي شاف شي حاجه يقول ما شاء الله كاميو مليح وموديل جديد الحمد لله. ماشي دوزنا كاميوات قدامين، دوزنا بزاف د الحوايج وانتم كلشي على عينيكم. واخا مكنتش نشارككم معكم فيديوهات من قبل كاميوات بزاف قدامين صراحه. اول كاميو بزاف الكاميوات انا سقتهم بحال كنشد على الدراري ملي كنت جالس، بزاف الكاميوات الفولفو شديت المرسيدس، المهم بزاف الكاميوات هادو الاخرين شديتهم من الاخوان الدراري بحال ما كنتش كنشد عليهم. كنت شديت واحد الرونو ما عجبتنيش الخدمه صافي حيدت منها، ودابا ملي عرفت راسي استقريت في هذا الضاف قلت علاش لا ما غاديش ندير لكم فيديو ونعرفكم على الشاحنه ديالي دابا حاليا. علاش كنقول ديالي الا وصلت شي شاحنه كتكون ديالي، وكنقول ديالي وكنعاود نقول ديالي. المهم الاخوان خليكم معايا في هذا الفيديو ان شاء الله، حنا غير كنضحكوا وفي هذه القناه نتوما عارفين بزاف د الحوايج كنقول لكم بزاف د الحوايج على هذه القناه وشنو كندير وهادي وهادي. واخا كنت غبت عليكم بزاف مي الظروف ما تساعدنيش ندير فيديوهات، وهاديك حتى ديك الانرجي اللي غتقدر دير بها الفيديوهات حسيت بها بحال نقصات واحد شويه. كنقول اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا بالنسبه للخدمه، انا خدمت شحال هادي ماشي يلاه خدمت. ودابا جات لوكازيون باش غنوريكم ان شاء الله الضعف ونعرفكم عليها وغادي تشوفوها ان شاء الله. واللي ما عارف شي حاجه خلينا كومونتير خلينا لايك وخلينا ابوني باش يوصلوا كاع الجديد ديال عمر جي بي فلوغ. المهم الاخوان نوريكم دابا الضاف ان شاء الله وخليكم معايا في الفيديو. بالنسبه الاخوان الضاف هي هذه، انا دابا مشعل الطابلو هذه كتهني. المهم الضاف نعرفكم عليها مزيان. بالنسبه هذه فيها روتار دور فيها فران موتور تبارك الله كاميو زوين. سيستم كامل في الفولا ديال روتار دور فيكساسيون ديال الطريق صراحه كاميو مريح بزاف. بالنسبه للطابلو ديال الضاف هو هذا، انا دابا غير مشعل الكونتاك حيت دابا كنشارجي البرد طايح كما كتشوفوا هما الاول والثاني كيقول لك بلي البرد راه طايح. عندي فيها الاد بلو وهذه كما كتعرفوا ديال البرد، هذه ديال السخونيه. بالنسبه لهذه هذه ديال الماجور، هذا الكونتور ديال كاع الناس كتعرفوا. اي حاجه اي مشكل وقع لك كطلع هنا في السيستم حتى كنديماري عاد باش كيزيد كينصح الطابلو ديال تكسر وكتاكد لك هنا. بالنسبه لهذه باركينج بانني انا باركي في الباركينج. بالنسبه لهذا الاخوان الروفلاج يالا وديك الشيء. بالنسبه للكولوميتراج هو هذا وشحال انا كندير الزيروات هنايا علاش شحال ضربت من كيلومتر
بها. دابا تندخل ندير المازوط عاد باش ندير تبارك الله ما شاء الله عندها ريزيرفوارات كبارين بزاف بزاف الاخوان ما شاء الله كاميو صراحه زوين بزاف. بالنسبه للاخوان هادي سويري كلاس وداكشي ديالها, بالنسبه لهادي الجاج كلشي كلشي فيها تبارك الله زوين. بالنسبه لهادو ديال الضو, بالنسبه لهادي الضو حتى هو ديال اللور باش كتشع على الكابين. شنو ثاني بالنسبه ل هذيك باش كتعطيك كتشوفها معايا يمكن مزيان ولا لا, هذيك كتعطيك الضوا هنا حساب لاكابين. بالنسبه لهذه هي باش كتريك على حساب هنا باش كتريك مثلا الموني ولا شي حاجه ديالتها. بالنسبه للدراري هذا هو الجيفي كيديك لاريك هنايا, دابا الجيفي طايح كما كتشوفوا معايا, والشجاله كما كتشوفوا هي هذه فرانه ما. المهم لاكليم خدامه الدراري, لاكليم ديالها خدامه تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه لهذه كابوطاج هي كاينه. بالنسبه لهذه حاجه اخرى ثاني غادي نوريها لكم بلاتي. بالنسبه لهذو السينيالات باربعه, بالنسبه لهذيك تصورت من هنايا الطابلو ديال الطاف كما كتشوفوا معايا, هو هذا الطابلو ديال الطاف كامل كما كتشوفوا معايا. بالنسبه لهذا الديزاين ديالها والكوسانات والعباس داكشي صراحه نقي وزوين ونقيقي, ماشي زعما كاين شي حاجه اللي نقيه ماشي زعما كاين. هانتوما الاخوان نلقى كيوريكم كيفاش كامل وكيفاش داير من الداخل, ولا كابين ديالته هي هادي من الداخل كما تشوفوا معنا الدار تبارك الله ما شاء الله. وهاديك من هنايا هانتوما كتشوفوا ثاني. بالنسبه للفولا تبارك الله كيفاش مديرين ليها, وشفتوا معايا الكوسان كيفاش داكشي, ماشي الانسان غير شوف هادشي يقول هادشي غير مغلف وصافي. بالنسبه للاخوان دابا كنت كنشارجي, شوفوا اشنو شعلت هادي اوتوماتيكمون قبل ما كانت شاعله, ودابا شعلت اوتوماتيكمون هبط الفانتوز كيقول لي قادني حيت علاش دابا كيشارجيو, والا وقع شي مشكل بحال ما هكايا ما كيبقاش يقبل الفيتاسات ما كيبقاوش يدوزوا لي, خاصك تقاديه عاد باش يقدر يمشي. وبالنسبه للاخوان ما وريتكمش واحد الحاجه اخرى, بالنسبه لهذا روتاردور مع الفولا دايره هاك ابوات الاخوان روتاردور كما كتشوفوا, عنده روتاردور فيها ثلاثه النقشات روتاردور الا وركتي ليه صافي كيدير. وكندخل في الطريق ما كاين غير الفيكساسيون ديال الطريق. وبالنسبه للاخوان هنايا عنده فران موتور هنا واش تبان لكم ولا لا معطليمه شويه, ولكن انا شارك فران موتور مع البيداره شاركوا مع البيداره. وبالنسبه للاخوان الضافره هي هذه, وصراحه كاميو هذا زوين ما شاء الله, واول مره كندوز كاميو اللي زوين نقي كنخدم فيه. انا دوزت بزاف الكاميوات مي الشركه اللي غندخل ليها زعما كاين نقي الكاميو, هذا الكاميو صراحه تبارك الله ما شاء الله, اللي شاف شي حاجه خاص يقول ما شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان كثرت عليكم في الفيديو. وبالنسبه لهذا هاي باش كنقاد من هنايا الفانتوز ديالي ديال الطاف كما كتشوف معنا, هاي ديال الطاف كنقاد الفانتوز ديالو. وبالنسبه للاخوان الفيديو ديالتنا غادي يسالي هنا ان شاء الله, وحشا غادي نسالي عاد باش غادي نقاد هادي كما كتشوفوا معايا حيت دابا باقي كنشارجي. نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر. المهم وريتكم الطاف اللي عندي دابا والكاميو اللي خدمت فيه وشاركت معكم. بالنسبه للاخوان هذه سوري كلاسيه نسيتها, ونتمنى من الله يكون عجبكم هذا الفيديو بزاف, ولا نسيت شي حاجه قولوا لي اشناهي ونوري لكم. ومرحبا وديما قناه عمر جي بي فلوق ديما انا معكم, وهذا الشيء كنديرو لله في سبيل الله. الناس اللي غادا تسمع والناس غادا تشوف هذا الفيديو انا راه كندير الشيء في سبيل الله, ونتمنى من الله تكون حسنه توصل ان شاء الله. والله يسر الجميع الاخوان, وبسلام عليكم.